قدس الآباء الأجلاء، الأصدقاء والأهل، أيها الحضور الكريم، نجتمع الليلة في هذه الأمسية المباركة من شهر كانون وفي هذه الكنيسة المقدسة التي تشدك أساساتها وجدرانها وأيقوناتها إلى أزمنة غابرة من التاريخ سبقنا أجدادنا إلى تمجيد الخالق وإقامة الأسرار المقدسة فيها، وتراها اليوم مرممة جميلة بعدما نفضت عنها آثار الحرب الأليمة وارتدت حلة جديدة تليق بالإله المتجسد لخدمة المؤمنين برعاية سيدنا الييس الجزيل الاحترام وخدمة الآباء الأجلاء. جئنا الليلة في زمن الميلاد المجيد ننشد مزامير وتراتيل من ليتورجيا كنيستنا الرومية، وإنشادنا لا تدخله الآلات الموسيقية كما هو معروف، إذ إنه يعتمد على الصوت البشري بصيغته الطبيعية التي تحمل في طياتها صدق العاطفة وصراحة الشعور. والموسيقى البيزنطية مثقلة بتراث آبائنا القديسين الذين اشتهروا بعملهم في مجالات هذا الفن المقدس كرومانوس المرنم ويوحنا الدمشقي، وتمد جذورها قدما إلى الهيكل الأورشليمي حيث كانت تنشد المزامير وبقيت عنصر الإنشاد الأول في كنيستنا المقدسة. وترتيل العذب المتقن يجعل المؤمن يصلي ويسبح الله ويشكره لأجل عظيم جلال مجده، كما يعزي النفس المعذبة والمثقلة بهموم وآلام العالم ويحثها على الصلاة والتوسل إلى الله. في هذه الأمسية المباركة جئناكم بإتقان الإنشاد والألحان، نرتل المزامير والقطع الليتورجية، آملين أن نحملكم معنا مصلين إلى مبدع الكون وخالقه الذي ولد في مذود البهائم من عذراء نقية ودائمة البتولية، هي مريم التي اصطفاها الخالق لتحمله في أحشائها وتلده ولادة لا تفسر ولا ينطق بها. وبخفقات القلوب التي تتهيأ لاستقبال الكلمة المتجسد وتهليل حناجرنا المرنمة نصلي وإياكم أن يحمل طفل السلام السلام إلى بلدنا الذي على قول سيدنا جورج هو بعثرة كبرى، عينك التي تراه قادرة سيدي أن تلملمه. نصلي من أجل الإخوة في فلسطين التي طال نزفها، وفي العراق الذي يمات كل يوم متخبطا بدماء أطفاله وشبابه وشيبه الذين تقدم أجسادهم ذبائح حية في الطرقات والكنائس. ونصلي من أجل كل إنسان مظلوم ومتألم ومشلوح في بقاع الأرض، كما نصلي أيضا لمرتل ومرتلة من جوقتنا سلكا السبيل إلى الأخدار السماوية. في ذلك الزمان مجد الرعاة السيد المولود، والمجوس قدموا له الهدايا، والملائكة التسابيح، والأرض المغارة، وابتهجت الخليقة كلها بميلاد المسيح. واليوم في عصرنا، عصر زحمة وسائل التواصل كالإنترنت والجوجل والتويتر واليوتيوب وغيرها، وندرة التواصل الحقيقي وشحة الصلاة الفعلية، وفي خضم وثنية المواسم وبهرجة سانتا كلوس وتبادل الهدايا، أتينا في هذه الأمسية نمجد وإياكم ظهور النور السماوي في الكلمة المتجسد. فاطفئوا هواتفكم الليلة واطرحوا عنكم الاهتمامات الدنيوية وافتحوا قلوبكم كي يدفئها
فيضرم فيها نار المحبة الإلهية، ذاك الذي كان قبل الدهور والذي أخذ جبلتنا متجسداً لخلاص نفوسنا. أمسية مباركة للجميع.